وفي ليه؟ في حاجة مهمة، اتفضل. صندوق تحيا مصر عامل زي مدرسة للأطفال اللي بلا مأوى، بيتم استقطابهم تحت طبعا إشراف الوزيرة الدكتورة غادة والي، بيتم ايوه استقطابهم وتم تغيير اسمهم من أطفال الشوارع لأطفال بلا مأوى. دول اللي هم بيبقوا منتشرين في الشارع وبيتحرشوا بالناس وبيأذوا الناس، تم استقطابهم وتم إنشاء مدرسة على مستوى عالي جدا. وتأهيله. بيعملوا إيه؟ بتم تأهيله نفسيا ومعنويا، بعلمه حرفة، ببدأ حياتك مدرسة داخلي. طبعا موجودة تبع صندوق تحيا مصر أيوة. على ما أظن، يعني بالقرب من حي الأسمرات كده. وتم المدرسة دي فعلا شغالة بالفعل، وبيعلموهم مهنة أو حرفة، بيستقطبهم من الشارع وبيبدأ يغير له سلوكات جديدة، وبعد ما بيديله القيم الحلوة دي ويزرع له السلوكيات ويشيل كل الحاجات الغير مرغوبة أو السلوكيات الشاذة اللي كانت موجودة فيه، بيبدأ يطلعه تاني بعد ما يكون يتعلم مهنة أو حرفة ويدخله تاني في المجتمع، بس بقى في سن يكون إيه، تدارك كل هذه الأخطاء، يتعايش مع المجتمع بطريقة سوية، يطلع بقى مهنة من المهن الحرة اللي موجودة. فأنا كده استقطبته من الشارع وقدرت ودمجته في المجتمع تاني. حافظت عليه أولا، وحافظت على الناس منه، لأنه هو بيعمل هذه الأشياء بدون إدراك أو بدون وعي إن هو بيقلد وخلاص، لأنه هو عنده نظرة انتقامية أو نظرة مستبدة شوية المجتمع. عشان خاطر هو عايش في الشارع. دي سلوكيات الشارع قايمين بدور جامد جدا، وبيخرجوا ناس فعلا بالفعل، والولاد بيتم تأهيلهم تأهيل قوي جدا، وبيعلموهم حرف ومهن قوية، وبطلعه تاني في المجتمع وبكسب منه السلوكيات الصحيحة. طب أستاذ محمد، حضرتك أشرت لي إن بالنسبة للتحرش في العمل،